مشاهدي الكرام، اهلا بكم وموجز الواحده من اونلاين. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وقد أوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم وفقا للقانون فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية. تواصل غرفة عمليات مجلس الوزراء متابعة سير الانتخابات خلال اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، حيث تجري الغرفة اتصالات فيديو كونفرنس بالمحافظين لمتابعة سير الانتخابات بالمحافظات المختلفة والاطمئنان على فتح اللجان. وقد أفادت غرفة عمليات مجلس الوزراء أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية قد انتظمت دون وجود أي عراقيل. كما أكدت غرفة العمليات أنها ليست معنية بإصدار أي أرقام تتعلق بنسب التصويت وأن الهيئة الوطنية هي المعنية بهذا الأمر. هذا وقد تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة عددا من اللجان الانتخابية بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية وضمان خلو اللجان من أي معوقات تحول دون إتمام العملية الانتخابية بالشكل المناسب. وفي لقاء خاص لون لايف قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن مراكز الاقتراع خلال اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا متزايدا داعين المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم قبل غلق مراكز الاقتراع في 9 من مساء اليوم. والله انا شايف اقبال متزايد عن اليومين اللي فاتوا. احنا رحنا الاول الاسمرات وبعدين رحنا المقطم ودلوقتي ده احنا في الفسطاط في المقر الانتخابي بتاع مدرسة ثانوية في الفسطاط للبنين، وده مقر بيضم لجنتين الحقيقه، وانا سعيد جدا باللي انا شايفه في الشارع المصري شارع القاهره. يعني شوارع القاهره الحقيقه بتموج بعرس ديمقراطي رائع خلال الثلاث ايام، وفي اقبال كويس جدا على اللجان، واحنا محققين يعني تقديراتنا ان النسب عاليه ان شاء الله. من فضلكم اللي ما نزلش ينزل، احنا فرصه اخيره لينا عشان نثبت ذاتنا وان احنا فعلا شعب متحد ورا دولتنا، وان احنا بندور على مصلحة بلدنا، وان احنا ضد اي دعاوى لتشرذم الدولة، ضد اي دعاوى لهد الدولة. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا سيجريان محادثات في موسكو غدا بشأن آخر تطورات الوضع في سوريا. وكانت روسيا قد توسطت في إبرام عدة اتفاقات إجلاء بين القوات السورية والفصائل المسلحة تم من خلالها خروج الفصائل المسلحة مع عائلاتهم من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. طالبت روسيا الجانب البريطاني بتقديم أدلة تفيد بأن الاستخبارات الإنجليزية غير متورطة في قضية سكيربال. وأفادت الخارجية الروسية بأنه في حال غياب الأدلة ستعتبر الحادثة جريمة قتل في حق مواطن روسي. مشاهدي الكرام، انتهى موجز الانباء من اون لايف. متواصلون في تغطية الانتخابات في يومها الاخير، والزميلة رغده.